هون عندي two forms of PID controllers. في الفورم هذا اللي الكير راح نسميها كير هون برا هاي برا هذا البلوك وفي داخله على البروبورشنال عندي واحد وهون عندي تي اي بالمقام وهون عندي تي دي فوق في البسط فعندي تي دي فوق تي دي اس هذه صارت مضبوط وهذه واحد على تي اي اس فهون تي اي بالعكس لما بديش هذا يشتغل بديش يعمل ايش بكبر تي اي مش هيك؟ بعدين بصير اصغرها حتى ازيد الايفكت لكن هون تي دي بزيدها عشان ازيد الايفكت وكي مضروبه فيهم كلهم هلا ليش في ناس بفضلوا هذا الشكل زي كتاب اوغاتا؟ لانه لما بروح على بروت لوكس مثل مين البارامتر اللي بغيره حتى يتحرك البورز؟ ضل عندي نفس كي نفس الفكره فبتغيير الى كي الان بتحرك البورز عندي بشكل واضح عندي هون راح هذول راح يعطوني هذا راح يعطيني على فكره بول في الاوريجن 2 زيروز راح يضيف للترانسفر فانكشن هذا الكنترولر خلينا نذكر حالنا وين البلانت؟ هي البلانت مش هيك؟ وين السنسر؟ هلا هون بجيم بس هو ممكن يكون ترانسفر فانكشن السنسر وين الكنترولر؟ هي حتى الكنترولر راح يشمل هذا اللي بيطرح هون كمان هي الكنترولر هي السنسر الفيدباك هي البلانت لكن الفورم الثاني بتلاقوه في بعض الكتب بيكون بيفصل الثري تيرمز تماما عن بعض فبتلاقي هون كي دي بغيره لحاله كي دي بغيره لحاله وكي يعني ليش بفضلوا هذا؟ بفضلوا هذا لاني عمالي بركز على الثلاثه كل واحد لحاله كمان ما بقعد افكر بتي اي انها نيجاتيف انها واحد على هون مباشره اذا بديش الايفكت تبع شو بعمل بكي اي؟ بقول زيرو كانه كي اي زيرو معناها تي اي انفينيتي وكي دي في كتب بتفضل هذا في كتب بتفضل هذا بس احنا كتابنا هون اللي احنا شغالين عليه رح يشتغل بهذه الطريقه دكتور يعني هاي بتاخذ تحكم اكثر من تحت؟ لا لا التنين تقدر تغيرهم زي ما بدك يعني التنين هذا رح تقدر تغيره كمان بنفس الطريقه مشكلتك انت هون لما تغير كي بي لما تغير كي عم تغير كي بي وبتغير الثلاثه كلهم لكن هون تقدر تغيرهم الثلاثه كلهم منفصلين بس هو في النهايه رح تقدر تجيب اللي بدك اياه في التنين بس بدك تفكر شو اللي عمالك بتعمله وفي بي اي دي كنترول زي ما حكيت لكم هذول بسموهم فري تيرم كنترول لما بتشتري بقولوا 3 تيرم كنترولر يعني 3 تيرمز شو هم؟ الاي والاي في الشكل هذا وفي الشكل هذا موجود في اسئله عن هاي؟